بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة الاثنين من برنامج حياتنا على شاشة تلفزيون قطر. بداية أمسي على أخوي أحمد المانكي بالخير، أقول لك مساء الخير. مساء النور أخوي سلمان، وحياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة المتنوعة الفقرات. طبعا خلال حلقة اليوم اللي راح نبداها مع تميز القوات الجوية الأميرية القطرية اللي حصدت طائرات حفظ السلام القطرية المشاركة في معرض الطيران الملكي والذي يقام حاليا في قاعدة يوفلتون الجوية بالمملكة المتحدة، مركز الأول لأفضل طائرة ثابتة الحمد لله. أخي أحمد، استعرضت الدول المشاركة في المعرض قدراتها الجوية بجانب تقديم عروض جوية حية وعروض أرضية ثابتة للطائرات والمقاتلات والمشابهات الآلية لجميع الدول المشاركة. طبعا قدم منتسبو جناح النقل الجوي من طيارين وأيضا منظمين معلومات للحضور والزوار حول خصائص الطائرات وحمولاتها وأيضا إمكانياتها، بجانب طبعا قدرات الجناح والمهام التي يقوم بها هذا القطاع. احنا نبارك لأنفسنا أولا ونبارك لهم هذا التميز وهذا المركز والتفوق اللي حصدت طائرات حفظ السلام القطرية. طبعا أخوي سلمان، ننتقل لموضوع آخر، حيث شهد اليوم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تجربة وزارة المواصلات والاتصالات لإطلاق نظام النقل السريع الأوتوماتيكي، وذلك على طريق الخور السريع بحضور عدد من الوزراء وأيضا المسؤولين. يعتبر هذا النظام مشاهدي الكرام وسيلة نقل مبتكرة وعصرية وصديقة للبيئة، وتستخدم أيضا ويستخدم هذا النظام تحكم ذكي وتجمع بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وتتوافر فيه مزايا القطارات والحافلات وأيضا الترام. أكيد راح نتعرف على هذا النظام الجديد وتفاصيل وأجواء هذه التجربة، خلونا نشوفها في هذا التقرير. اختارت وزارة المواصلات والاتصالات تجربة نظام النقل السريع في إطار حرص الدولة على توفير نظام نقل متكامل يربط كل مناطق قطر ببعضها البعض. طريق الخور السريع هو الوجهة المختارة لتجربة هذا النظام الذي يجمع بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، كما تتوفر به مزايا النقل المختلفة دون الحاجة لخطوط السكك الحديدية. هذه الباصات لا تستخدم في المدينة، راح تستخدم في الخطوط الخارجية، لها خط مماثل يمكن أنت شفته في الشارع، بس هي كانت تجربة. لكن الباصات التي ستجلب إلى دولة قطر أو تكون في المستقبل هنا بتصميم آخر يتواكب مع التصميم الفعلي للمترو والترام، بحيث أنه يكون نقل متكامل متواصل. النظام صمم ليسع أكثر من 300 راكب، حيث يقدم خدمات تتصف بالراحة والمرونة وبتكلفة أقل، فضلا عن توظيف الطاقة البديلة والنظيفة، مما يساعد بشكل أمثل في الحد من الانبعاثات الضارة. طبعا صديق للبيئة، هذه أهم عنصر، وسلامة الركاب تهمنا جدا، وكذلك لا توجد لها انبعاثات لأنه يعمل بنظام الكهرباء، وملتزمين بخطة مكثفة جدا بتعليمات من سيدي سمو الأمير حفظه الله تعالى، من متابعة من رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ خطة استراتيجية بتحويل جزء كبير من النقل العام، ما يقارب من 25% خلال استخدامات كأس العالم بتكون بطاقة نظيفة. هذا النظام الجديد في حال نجاح التجربة يتوقع أن يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي في مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، كما يوفر تجربة نوعية للمشجعين والزوار خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستستضيفها الدولة. إذن مشاهدي الكرام، هذا النظام راح يساهم في إحداث تغيير كبير في أنظمة النقل على مستوى الدولة، ونتمنى إن شاء الله نجاح هذه التجربة وتعميمها على جميع أنحاء الدولة بإذن الله سبحانه وتعالى. نفس ما شفنا طبعا في هذا التقرير تفاصيل عن هذا النقل الجديد. طبعا يسعدنا في هذه الفقرة استضافة السيدة نور إبراهيم شهداد، مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة المواصلات والاتصالات بالإنابة، للحديث أكثر عن هذه التجربة. سعد الله مساك بالخير أختي نور. هلا، مرحبا فيكم. احنا سعداء جدا بتواجد معنا في برنامج حياتنا. بداية لو نتكلم ونحدث السادة المشاهدين أكثر عن إطلاق تجربة تشغيل نظام النقل السريع الأوتوماتيكي لأول مرة في العالم عندنا في قطر بعد الصين. بالنسبة لهذه التجربة، تعتبر هذه الوسيلة وسيلة نقل عصرية
مبتكرة وصديقة للبيئة، تعمل طبعا بنظام ذكي للاتصالات، بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل تجمع ما بين الصفات الترام والحافلات والقطارات، وتعمل طبعا على البطاريات من خلال الشحن، وأيضا لها مجموعة من العجلات اللي تخليها تسير على الطرق العادية. جميل. نعم طبعا جميع المشاهدين شافوا على وسائل التواصل الاجتماعي هذه التجربة، صراحة نتكلم عن القدرة الاستيعابية والمدة الزمنية. بالنسبة للقدرة الاستيعابية فالوسيلة هذه ممكن تشيل ما يقارب أو ما يزيد على 300 شخص، تعتبر هذه الوسيلة يعتبر طولها تقريبا 32 متر، تشابه إلى حد ما الباص في شكلها في حجمها. بالنسبة لعملية الشحن أو مدة شحن الباص فهي تتراوح ما بين سرعتين للشحن، في الشحن الأول اللي هو الشحن السريع المدة 10 دقائق، وممكن يسير هذه الوسيلة لمدة أو لمسافة 25 كيلومتر. أما بالنسبة للشحن المتواصل أو الشحن التام للوسيلة فيستغرق تقريبا 3 ساعات، وممكن يمشيها لمدة 70 كيلومتر. ما شاء الله، يعني أخي أحمد موضوع الشحن احنا توقعنا أنه يعني ممكن الحجم كبير، لكن موضوع الشحن يستغرق 10 دقائق، فهذا هذا إنجاز أخي سلمان طبعا. لكن أختي نور، لو سألت بالنسبة لفترة التجربة اللي ممكن شاهدناها في وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات انتشرت، هل في فترة التجربة راح تكون فقط من قبل المختصين عندكم في الوزارة، ولا راح تفتح للجمهور مثل ما شفنا في مشروع الريل على سبيل المثال؟ بالنسبة حق هالتجربة لا، راح تكون بس في الوقت الحالي بالمختصين، خاصة بالمختصين، تجربتها، معرفة جدواها، هل هي فعلا مناسبة للظروف البيئية اللي موجودة في دولة قطر، هل هي تتناسب مع الطرق اللي موجودة في دولة قطر، وبعدها إن شاء الله ممكن أن يصير في قرار بخصوص تبنيها. جميل، إحنا ممكن ويا المشاهد الكريم نشوف هذه اللقطات على الشاشة لتجربة أخوي أحمد. نعم، هذه التجربة طبعا تمت على خط الخور الساحلي، ونشوف الحافلة وانتقالها، هذه هي من الداخل أيضا، فخر يتسع ل 307 ركاب نفس ما يعني تفضلت أستاذة نور، صراحة يعني شيء مشرف حقيقة. أكيد أكيد أخي أحمد، تجربتها لأول مرة بعد الصين طبعا في العالم. من كان يتوقع مثل هذا؟ ما شاء الله، يعني الله يعطيكم يعني الصحة والعافية. كنت متفاجئ بهذه الوسيلة الجديدة يعني في دولتنا الحبيبة قطر. احنا بنتكلم عن شلون هذه الوسيلة راح تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، خاصة نحن مقبلين على كأس العالم 2022، وأيضا عندنا رؤية قطر الوطنية 2030. طبعا بالنسبة لرؤية قطر 2030 فهذه الوسيلة تكفل، هي صديقة للبيئة بما أنها قاعدة تستخدم الطاقة البديلة، الطاقة الكهربائية. جميل. وتقلل طبعا من الانبعاثات الضارة للطاقة، أنواع الطاقة الأخرى. كجدوى اقتصادية فبالنسبة لنا طبعا احنا مفكرين ان احنا نطورها وتكون تشتغل على طبعا توصل للمرافق الحيوية الخاصة ب 2022 وإلى باقي طبعا المرافق الحيوية في الدولة، بحيث ان احنا نضمن ان تكون في نوع من التجربة الاستثنائية اللي قطر قاعدة تحرص عليها طبعا بشكل دائم في التحضير لكأس العالم 2022. يعني أفهم من كلامك أن بعد التجربة، بعد نجاح التجربة بإذن الله سبحانه وتعالى، هل راح نشوف تنفيذ هذه التجربة فقط في الطرق السريعة، ولا بنشوفها أيضا في بعض الطرق الأخرى؟ على الأغلب راح تكون على الطرق السريعة، منها طريق الخور الساحلي وطريق خان، هذه طبعا الفكرة اللي موجودة حاليا، والموضوع طبعا قيد الدراسة. نعم، عندما نسأل عن التصميم النهائي لهذه الوسيلة، وسيلة النقل، هل هو هذا التصميم، ولا بيكون أيضا هناك تصاميم ثانية متوافقة مع خلنا نقول الطرق السريعة بحيث أنه يكون أكثر مقطورة؟ طبعا بالنسبة للمقطورات حاليا هما عبارة عن 3 مقطورات. يعتبر يمكن أكبر حتى من الباص العادي، ويوازي تقريبا المترو في حجمه نوعا ما. بالنسبة للشكل راح يتغير إن شاء الله الشكل بحسب المتطلبات والمواصفات اللي إحنا حابينها في دولة قطر واللي إحنا نبغيها في دولة قطر. راح طبعا ما ننسى أن الشكل الحالي طبعا شكل عصري مناسب، يناسب أيضا ذوي الإعاقة، يراعيهم في طلعتهم ونزلتهم، في حتى تحرك ذوي الإعاقة داخل الباص. لكن هالشيء ما يمنع ان احنا طبعا ندخل بعض التعديلات وبعض التطورات اللي احنا نشوفها تتناسب طبعا مع
البيئة القطرية ومع الهوية القطرية. أختي نور، يعني مثل ما أنت عارفة أن كأس العالم 2022 على الأبواب، ودولة قطر ما تقف عند كأس العالم فقط، في أكيد أحداث مستقبلية في كل القطاعات. كيف هذا النظام راح يسهم في عملية المواصلات إن شاء الله مستقبلا، والدولة مقبلة إن شاء الله على هذه الفعاليات العالمية؟ وزارة المواصلات والاتصالات تعمل بشكل دائم على تنفيذ خطة النقل العام اللي موجودة، واللي تضمن أنه يكون في خطة نقل أو وسائل نقل متكاملة، بحيث أن جميع وسائل النقل العام تكون متصلة في بعضها البعض، ومن بينها طبعا هذه الوسيلة. هالشيء شامل المترو، الباصات أو الحافلات النقل العام اللي موجودة حاليا. في المستقبل لما يصير، إذا صار عندنا التاكسي المائي، فأكيد هذه بتكون واحدة من الأشياء اللي إن شاء الله رح هذا نعتمدها. كان سؤال يعني الآن عن التاكسي المائي، هل بتكون في خطة جديدة لإضافة هذه الوسيلة الجديدة اللي نحتاجها حقيقة في الدوحة؟ طبعا هالموضوع قيد الدراسة حاليا، وإن شاء الله في القريب العاجل راح نشوف كمشروع يرى النور إن شاء الله. ننتظر هذه الوسيلة بفارق الصبر اللي تربط بين الدوحة والبكرة أو الشمال، خاصة طريق البحر حقيقة. خصوصاً إحنا دولة يا أحمد، يعني إحنا شبه جزيرة، صحيح الساحل حدنا من كل صوب. لكن لو سألتك أختي نور إن شاء الله عن الأمور المستقبلية عندكم، يعني ما شاء الله، خصوصاً في هذا المشروع أمانة اللي إحنا تفاجأنا فيه، ما كنا نعرف عن تفاصيله، تفاجأنا فيه في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن شو الأمور المستقبلية بعد مرحلة التجربة إن شاء الله؟ طبعا احنا مثل ما ذكرت لك، احنا حاليا في مرحلة التجربة، وان شاء الله مجرد ما يتم اعتمادها فراح نحرص ان شاء الله ان احنا نتبناها. بالنسبة لوسائل النقل المختلفة، طبعا احنا قاعدين نحاول ان احنا نواكب جميع التطورات في اللي حاصلة في قطاع النقل، واي شيء جديد طبعا قاعدين نحاول ان احنا نجيبه ونجربه، والاهم طبعا من هالشيء انه يكون متناسب مع الاجواء في دولة قطر، المناخ في دولة قطر، ويتناسب طبعا مع عملية انتقال الناس طبعا في الدولة. احنا اختي نور طبعا في انتظار دائما الجديد من قبلكم، ودائما يعني ننتظر يعني اشياء صراحة تفاجئنا، نفس ما تفاجئنا بهذا النقل الاوتوماتيكي. لو توجهين لنا كلمة اخيرة للجمهور بخصوص طبعا هذا الموضوع وتحقيقه ايضا لرؤية قطر الوطنية 2030. يمكن الكلمة اللي راح أوجهها شوي تشمل قطاع النقل بشكل عام. إحنا دائما نشدد على الناس إنهم يبتدون يستخدمون وسائل النقل العام بشكل عام، من بينها المترو، من بينها الباصات النقل العام، وإن شاء الله هذه الوسيلة اقتصادية طبعاً. أكيد طبعاً كلها وسائل اقتصادية، وتسمح للشخص إنه هو يوصل إلى جهة عمله أو إلى الجهة اللي هو يريد إنه هو يوصل لها بشكل سريع وبشكل آمن. وهي طبعا بالنسبه لنا هو الشيء الاهم. الله يعطيكم الصحه والعافيه. امانه احنا نضم صوتنا اكيد لجميع الساده المشاهدين ان احنا نفتخر بمثل هذه المشاريع، لان تطلع دائما باسم الدوله. سيده نور ابراهيم شهداد، مدير اداره التعاون الدولي ومدير اداره العلاقات العامه والاتصال بالانابه في وزاره المواصلات والاتصالات، كل الشكر لك على تواجد في حياتنا، ومبارك لكم نجاح هذه التجربه على الاقل الى الان. شكرا، يعطيكم العافيه. يا نقطة مهمة صراحة ذكرتها أستاذة نور، اللي هو التجربة. جرب اليوم عندك القطار، ممكن يوصلك قريب من جهة العمل، أو ينقلك من منطقة إلى منطقة، أو يعني تستخدم مثلا الباص، واستخدام أيضا النقل الأوتوماتيكي. متعددت الحمد لله وسائل النقل تعددت في دوحتنا الحبيبة. الحمد لله. أخي أحمد، إحنا بعد ما انتهينا من هذه الفقرة راح ننتقل إلى موضوع مهم، وهي الوجهات السياحية في فترة الصيف عندنا في قطر، خصوصا اللي تناسب خلنا نقول متطلبات الأسر اللي ما سافروا، ودهم أنهم يستمتعون في إجازة الصيف عندنا في قطر. كل ما على يعني المتواجد في الدوحة أن يختار هذه الوجهة وأيضا التوقيت المناسب، ويستمتع بتجربة سياحية ما تنسى في دوحتنا الحبيبة. الأماكن متواجدة كثير، سواء كانت على الشاطئ أو أيضا المجمعات التجارية أو حتى الفنادق والمنتجعات بكثرة، بس عليك أنك تختار. لكن خلنا نشوف هذا التقرير يتكلم عن هذه الوجهات مشاهدينا الكرام. تتمتع دولة قطر بوجهات سياحية متنوعة، يمكن للمرء أن يستمتع بها هو وعائلته في جو من الطمأنينة والأمان. فالسياحة الداخلية في قطر تشهد تزايداً مستمراً وإقبالاً كبيراً من المواطنين.
هنا في قطر الكثير من الأماكن السياحية، حيث المواقع الأثرية والمنتجعات والفنادق الفخمة، بالإضافة إلى الأسواق القديمة، وأبرزها سوق واقف الذي يعد من أهم الأماكن السياحية في الدولة، بالإضافة إلى المتاحف، ومنها متحف قطر الوطني الذي يحكي عن التاريخ الحافل لدولة قطر، وجزيرة اللؤلؤة، ومنتجع جزيرة البنانة، والعديد من المنتجعات السياحية التي تقدم الكثير من العروض المغرية لزوارها. باتت السياحة في قطر صناعة متطورة تملك كل المقومات التي تتمتع بها الدول الكبرى من قدرات ومهارات وتطور في الخدمات. الهيئة العامة للسياحة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتطوير السياحة وجعل قطر وجهة الزوار الأولى داخلياً وخارجياً. طبعا شاهدنا هذا التقرير المتنوع والاستفسار اكثر او التعرف على المناطق السياحيه، يمكن زياره موقع هيئه السياحه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويوميا نشوف مثلا عباره وين نروح في قطر وشنو الوجهات السياحيه الكثيره في الصيف. يعني الواحد لو يقعد من بدايه الصيف لنهايته يدور الاماكن السياحيه في قطر ما راح يخلص الصيف ويدخل على الشتاء وهو للحين ما خلص. الحمد لله الاختيارات متعدده، الواحد يحسن الاختيار والتخطيط. مشاهدينا الكرام، احنا متواصلين معاكم في حلقه اليوم برنامج حياتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج حياتنا، ومباشرة من استديو حياتنا بتلفزيون قطر راح ننتقل إلى مطاف مقر الفنانين، واليوم افتتاح برنامج الإقامة الفنية في النسخة الرابعة هناك، أمس تكلمنا عنه في الاستديو، واليوم راح نتعرف على تفاصيل هذا الافتتاح مع أخونا محمد الحمادي المتواجد في مطاف مقر الفنانين. أخوي محمد مساك الله بالخير والكلمة عندك. مساء الخير زميل سلمان، أكيد والزملاء الموجودين في استديو برنامج حياتنا، المسي عليكم بالخير. أبعاد لا متناهية، هذا هو اسم معرض اليوم الموجودين من أجله في مطاف مقر الفنانين، تقريبا 18 فنان، كل إنسان فيهم أو كل فرد فيهم يعطي يمكن نظرته الخاصة في مجال الفن. لكن بتعرف من ناحية أخرى مع الأستاذ محمد سويدي الفكرة اللي قدمتها في هذا المعرض. الله يسلمك، يعطيك العافية، مشكور. الفكرة عبارة عن أكثر من تجربة، كل واحد منا كان عنده الفرصة أنه هو ينتج أعمال وأفكار معينة، وبنفس الوقت كانت فرصة للتواصل الاجتماعي، وجزء منها التواصل الداخلي بين الفنانين وبين المدرسين والعملاء اللي كانوا حواليهم بعد. والرسالة أيضا اللوحات اللي موجودة عندك اللي قدمتها هالمرة، الرسالة مالتي تكون ممكن تكون جزء منها خبرة، ممكن تكون جزء منها خبرة، ممكن تكون جزء منها بعد عبارة عن قصة، قصة أوريها حق الناس، جزء منها موضوع التنمية، جزء منها موضوع الناس اللي قاعد يعني تحتوي مساحة معينة، وجزء منها بعد اللي هي المباني اللي قاعد تصير، فاختلاط بين اللي هو المواد بين الرمل والحديد، وجزء منها عدد المواد الثانية بعد. وانتهت إقامتك الفنية، كم خذيت فترة علشان توصل لهذه المرحلة النهائية أنك تقدم هذا الإبداع اليوم؟ أقول إن هي كانت مدة البرنامج كله مدة 9 شهور. 9 شهور بدأت من شهر 9 تقريباً، من رديت من خلصت الجامعة ودراستي كلها ورديت الدوحة، وبدأ البرنامج صدفة في الوقت بعد، صدفة حلوة يعني. تعتقد أنها منافسة بأنك تكون موجود في معرض ما بين 19 و 18 فنان بمختلف يمكن الأفكار الموجودة؟ ممكن تقول منافسة بطريقة إيجابية طبعاً، تعطيك الفرصة انك تحسن من اعمالك كلها، وجزء منها انك تحاول تقوي من وجهة النظر والتواصل مع الناس كلها، جزء منها تواصل، جزء منها يعني قراية، جزء منها يعني اعمال والاكسكيوشن.
فهذا كله يجي لك خبرة يعني. هذه بالنسبة لإقامتك في الدوحة في هذا المكان، يعني أنت من هالقطر، لكن أنا أقصد إقامتك في مبنى مطافي، أنك تكون هذه الفترة تبحر في يمكن الأشياء الموجودة حولك، لكن إن شاء الله في خطوة قادمة أنك تكون في نيويورك ابتداء من بكرة وإقامة مختلفة، والجو أكيد راح يختلف عليك. كلمنا عن التجربة اللي إن شاء الله مقبل عليها. إن شاء الله بتصير يعني تقريبا نفس الطريقة، نفس التشالنج، نفس الخبرة إن شاء الله، وبضيف لي فرصة أن أنا أتعامل مع ناس ثانية بعد، والمحيط يتغير معك، الناس غير والمدرسين غير اللي منك بعد، ففرصة جميلة جدا بصراحة أنهم يطرشون شخصين على كل دفعة أنهم يروحون المساحة هذه، ينعطون مساحة أنهم يشتغلون فيها ويتواصلون فيها، وجزء منها ورشات ندوات، وإن شاء الله تشوف شو يصير إن شاء الله. هل تعتقد أن أيضا راح تضيف من أفكارك اللي في الدوحة هناك راح تعكس باب من التراث، ولا عندك فكرة ثانية؟ إن شاء الله يكون جزء من الاثنين إذا الله كتب. في فكرة في بالك؟ بتغير مع الوقت، بس في فكرة عموما بس بتغير مع الوقت بعد. الله يوفقك إن شاء الله. ختاما أبي بس كلمة منك بالنسبة لهذا المعرض اليوم الافتتاح، هل تعتبره باب من الثقة وجود أيضا هذا المعرض لكم كشباب قاعدين يعطون بشكل جدا كبير وجميل؟ بشكل عام كلمنا عن وجودك في هذا المعرض، ومطافي بالنسبة لك شنو أضافت لك؟ إن هي أول شيء فرصة جميلة، تعطيني الفرصة إن أنا أتواصل مع الناس وأبين أعمالي كلها، ناحية إن أنا كنت يعني إن يكون عندي خلفية هندسة وخلفية تصميم، أقدر أخلطها بعد مع وجهة التصميم والفن بنفس الوقت، إنك تكون من ضمن الناس ثانية وعندهم الخلفيات غير عن بعض، عدد التكنيك، عدد السكيل سيت بعد، فرصة جميلة جدا بصراحة، وإن شاء الله مع الوقت بتتغير وبتتحسن. يعطيك العافية، شوفك على خير إن شاء الله، فرصة سعيدة، ودائما نكون سعيدين إن احنا نشوفك أيضا ضمن الحضور، إنك تشوف أيضا معارض زملائك. إي نعم طبعا، الله يسلمك، يعطيك العافية. انتقل لفنان آخر وأيضا وجهة نظر مختلفة، عبدالله الكواري، التقينا فيه في معرضه الخاص قبل فترة تقريبا سنة لشوي، لكن اليوم وجودك في هذا المعرض شنو أضاف لك وشنو أضفت له؟ والله تجربتين مختلفين الصراحة. وجودك في فرنسا مثلا هي عبارة عن 3 شهور وتكون بنفسك وانت تقرر كيف تبي تسوي الأعمال الفنية، كيف تدير وقتك وغيره، وكيف انك حتى بتعرض أعمالك الفنية لما ترجع قطر. أما المعرض هذا فهو جماعي بطبيعته، والفترة أطول، فيكون التوقع منك انك تستثمر وقت أكثر وتسوي بحوث أكثر علشان توصل للنتيجة الأخيرة. فهم توجهين مختلفين بصراحة. اللوحة اللي قدمتها أنا أشوف أيضا وجود مجسمات، هل أنت من اللي قدموا اللوحات أو مجسمات؟ تقديمي أنا في المعرض هو تركيب، حيث أن أساسه كان رسم لكنه تحول حق عبارة عن مثل إنستليشن، تركيب، فمثل مبنى تدخل فيه، مو بس رسمة على الطوفة في الطرف الثاني. أيوة، هو مستوحى من النصوص والرسوم القديمة من الحضارات مختلفة. أنا من النوع اللي خذيت اللغة البصرية حق الخطوط والرسوم والزخارف وأضفت لها لمستي الخاصة حيث أنها تكون شيء خاص بي، وبعدها عدت تكريرها على الهيكل بشكل كامل من الداخل ومن الخارج، بحيث أنه لما أنت تدخل تكون في تجربة مختلفة عن المعرض كله، حيث أنك تكون في مساحة مختلفة لها طابعها الخاص. أنت تكلمت عن وجود الاختلاف، وهذا هو الفنان لما يبتكر شيء جديد يمكن خارج عن المألوف، ولكن عن شنو تتكلم هذه المساحة؟ يعني شنو لما ندخل مثلا هذه المساحة، هل راح يرجعني للذكرى وراء أو راح يوديني لمنطقة معينة؟ تجربة الزائر أو المشاهد شيء الصراحة الفنان ما يقدر يتحكم فيها، وأنا أفضل أن أتركها للمشاهد أن يقرر كيف هو ينظر للعمل الفني. تشوف أيضاً وجود الزملاء الموجودين عندك بمختلف أفكارهم، هل تعتبر هذا السؤال طرحته على محمد أيضاً زميلك، هل تعتبر هذا منافسة من بينكم أو ممكن كل واحد يتعلم شيء من الثاني؟ أنا أشوف الصراحة بخصوص المعرض هذا هو عبارة عن كل واحد يتعلم من الثاني، وكلنا زملاء، وكل منا يحاول يعني يكتسب خبرة من خلال تواجده في 9 شهور. نأخذ أيضا الفكرة من اسم المعرض، أبعاد لا متناهية، هل وضعوا لكم أبعاد معينة، رسالة معينة ترسمون من خلالها، ولا كل واحد يبحر في خياله؟
والله هو كان في نقطة أساس اللي هو أنه يكون في الفن المفاهيمي كنقطة بداية. الفن المفاهيمي هو الفن اللي يكون مركزه الفكرة بحد ذاتها، مو بالعمل، ممكن تكون الفكرة هي الأساس. الفكرة بالنسبة لي أنا أن استوحيت الأعمال الفنية بالنسبة لي من الرسوم والحضارات القديمة، فهذا هو. كيف وجدت زملائك اللوحات الثانية؟ هل خذيت جولة؟ لأن أكيد كل واحد فيهم وضع عنوان، في عنوان مكتوب عنده تخوم الفكر، في مسميات مختلفة. كيف وجدت هذه المسميات؟ كيف وجدت هذه اللوحات؟ الصراحة لما الحين ما عطيت المعرض حقه في اليوم الأول، هو وإن شاء الله أخذ فيه لفة وأخذ فيه فترة أطول وأتمعن في الأعمال الفنية وأقدر أوصل حق قرار بخصوص الموضوع هذا. ماذا أضاف لك مطاف اليوم وشنو الخطوة القادمة إن شاء الله؟ الخطوة القادمة الله العالم، يعني ما في شيء أبي يعني متأكد منه 100% في الوقت الحالي، لكن التجربة أحس أنها من النوع اللي خلتني أخذ أعمالي لخطوة مختلفة، لخطوة جديدة. لمتى مستمرين إن شاء الله في هذا المعرض؟ المعرض إن شاء الله مستمر لين شهر سبتمبر. الله يقويك إن شاء الله في معرض قادم. في الوقت الحالي ما في شيء بالأكيد. الله يقويك، نشوفك على خير. تسلم، الله يسلمك. يعطيكم العافية جميعا صراحة، كل الفنانين الموجودين 18 فنان، 18 فكرة موجودة، والجميل أنك لما تجي لهذا المعرض راح تشوف بأن كل مساحة مختلفة عن الأخرى. كل واحد يمكن قدم فكرته عن طريق وجود الإقامة اللي أكيد مطافي يقدمها لهم من باب ثقة، من باب أيضا تكوين الفكرة الموجودة عنده، لكن بشكل أكثر احترافية، بشكل أكثر منطقي ومدروس. فبالتالي تحية لكل الفنانين اللي بالفعل أيضا يأخذونها من باب فن بأنه هو رسالة. فهناك من يأخذك للماضي مثل الأستاذ عبدالله الكواري، والأستاذ محمد وضع بعض اللوحات، فكل اسم أكيد راح يكون علم فيما بعد. وهذه الدعوة للكل أنكم تستمتعون في مجال الفن من خلال مطافي، والعودة للزملاء أحمد وسلمان في الاستوديو. شكرا لك على هذه التغطية أخوي محمد من مطاف مقر الفنانين، والنسخة الرابعة من الإقامة الفنية اللي نتمنى فيها التوفيق لكل الفنانين إن شاء الله. نعم، الآن خلنا ننتقل لموضوع آخر زميلي سلمان. الاتحاد طبعا الرياضي القطري للشرطة لديهم برنامج صيفي منوع ومميز، خلونا نشوف هذا التقرير ونتكلم بعده مع ضيفنا بإذن الله تعالى. تتواصل في المدينة التعليمية فعاليات النادي الصيفي للأطفال الذي ينظمها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة. الفعاليات تتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية المتنوعة تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة أثناء العطلة الصيفية. يشارك في النشاط الصيفي 500 طفل من كلا الجنسين، تم توزيعهم على مجموعتين، كل مجموعة يتاح لها المشاركة في باقة منوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية لمدة أسبوعين. مشاهدينا الكرام، ينظم الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة ومؤسسة قطر نشاط صيفي خاص للأطفال من المرحلة العمرية من 8 إلى 12 سنة للبنين والبنات على ملاعب المدينة التعليمية في مؤسسة قطر. طبعا الحديث أكثر حول هذا الموضوع وأهمية البرنامج التدريبي اللي يقدمونه لهذه الفئة، سعدنا أن نستضيف الملازم أول عبد الله درويش رئيس قسم الشؤون الرياضية بالاتحاد الرياضي القطري للشرطة. سعد الله مساك بالخير وحياك الله معنا. الله يسلمك أخوي، وأنا سعيد بتواجدي معاكم هنا مع الأخ سلمان والأخ أحمد وسلمان. احنا نتشرف فيك، احنا نتشرف فيك ونتشرف ايضا بنشاطكم امانه الصيفي اللي كل سنه قاعد يثبت انه هو نشاط مميز. بدايه نبي نعرف الساده المشاهدين اكثر عن هذا النشاط وش الجديد اللي قدمه في هذا العام. طبعا النشاط الصيفي او المخيم الصيفي الاتحاد الرياضي القطري للشرطه
السنوات الماضية كانت تنظم الأنشطة هذه لمنتسبي الوزارة اللي هي وزارة الداخلية، فالسنة هذه قمنا بتعاون كبير مع المجلس الوطني للسياحة والمدينة التعليمية، فالعدد عندنا زاد والأنشطة صارت أكثر من قبل، والإقبال صار أكثر بكثير من سنوات اللي راحت. نعم، احنا نتكلم عن طاقات عيالنا ما شاء الله من 8 ل 12 سنة. نعم. طاقات خلنا نقول يعني متعددة المواهب، خلنا نتكلم عن تفريغ هذه الطاقات في مثل هذا البرنامج. شوف أخوي، ترى احنا كلنا مرينا بالمرحلة هذه، الأعمار هذه عندها طاقات كبيرة. صحيح. فاحنا لازم نعرف شلون نطلع الطاقات هذه وكيف نفرغها وكيف في نفس الوقت انه يعني يستفيد. فصار عندنا تنويع في الأنشطة، تنويع في الأنشطة، وجبنا مدربين السنة هذه اللي هم متخصصين في الأنشطة هذه، وأيضا بالإضافة إلى المشرفين. فالطفل خلنا نقول أو الأعمار هذه محتاجة أنها تفرغ طاقاتها في الأشياء الإيجابية. أكيد. بالنسبة الحين لأولياء الأمور اللي يتابعونا من خلال برنامج حياتنا، اللي حاب أنه يدخل عياله لمثل هذه البرامج، هل الفرصة ما زالت موجودة قدامهم؟ وشون يقدرون يسجلون ويتعرفون على جديدكم إن شاء الله؟ بخصوص التسجيل أو آليات التسجيل عندنا، قمنا أكثر من يعني من ثاني أيام العيد أو أول أيام العيد عملنا رابط للتسجيل، عن التسجيل عن طريق الرابط، سواء من فئة البنات أو فئة البنين. وفي نفس الوقت هناك شهادة طبية، أن ولي الأمر يأخذ الشهادة هذه يأخذها من الموقع ويروح أقرب مركز صحي، يدخل عليهم يقول لهم والله أنا مشارك بابا ولدي أو بنتي راح يشاركون في نشاط صيفي، فحص سريع عشان المشاركة هذه، والبيانات كلها موجودة في الرابط. ممتاز. يعني احنا نتكلم ايضا عن أهمية التعاون بينكم وبين المجلس الوطني للسياحة، وايضا التعاون مع المدينة التعليمية. المدينة التعليمية، والله شوفوا من غير يعني من غير مجاملة او من غير اي شيء، شوفوا المنشآت اللي موجودة في المدينة التعليمية عالمية صراحة. صحيح. يعني تتكلم عن صالتين في صالة واحدة، مسبح وفي نفس الوقت صالة بولينج، دخول وخروج طلبة، الأمن الموجود، الأخوان والمطاعم والخدمات، المطاعم والخدمات، الأخوان والخوات اللي معانا هناك في مبنى ملتقى الطلبة، صراحة يعني مسهلين علينا كل شيء. ومجلس الأعلى في نفس الوقت يعني لو نشوف متابعتهم معانا واجتماعات صراحة، يعني أول أيام كنا نجتمع يوميا معاهم، وكانوا حريصين الصراحة. يعني جهود واضحة ما نتم من خلال هذه التعاونات. أخوي عبد الله، لو نتكلم عن أبرز الأنشطة الرياضية اللي كانت ضمن هذا البرنامج. شوف بخصوص السنة هذه زدنا عندنا الفروسية، وعندنا الرماية، دفاع عن النفس. حلو. مدربين مختصين من الاتحاد الرياضي القطري للدفاع عن النفس، وعندنا الألعاب الجماعية، عندنا السهم، عندنا السهم الغوص، عندنا التمارين ثانية تكون بس حق التركيز. حلو. يعني عندنا ألعاب ورياضيات وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى زيارات الثانية اللي هي زيارات للمكتبة الوطنية في المدينة التعليمية وللمتحف الوطني، متحف قطر. نعم. متحف قطر الوطني. نعم. يعني أشياء رياضية علمية ثقافية ترفيهية أكثر وترفيهية. لو نتكلم عن تفاعل الطلاب وأيضا أولياء الأمور، وشنو الاحتياجات اللي ممكن توفرونها لهم السنة الجاية؟ تفكرون بالجديد؟ والله أول شيء خلنا نخلص السنة هذه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله راح تكون قاعدة مع المدربين. نعم. ومع المشرفين ومع الأخوان اللي كانوا متعاونين معانا، نشوف السلبيات والإيجابيات عشان نطور العمل للسنوات الجاية.
واللي صراحه اللي انا يعني اكثر شيء يعني مبسوط منه يعني لما اشوف ولي الامر قاعد معنا هناك ويتابع ولده. جميل يعني بالعكس يعني هذا شيء طيب بالنسبه لنا. حلو، خلينا نتكلم عن تواصلكم مع اولياء الامور، يعني شو العلاقه اللي بينكم انتم كنشاط صيفي وايضا اولياء الامور للطلاب اللي مسجلين وياكم؟ اولياء الامور يمكن اول يوم وصلوا عندنا وصلوا عيالهم، بس من عقب اليوم هذا اللهم ينزلونهم عند الباب، وعند الباب عندنا هناك الامن لسلامه العيال مثلا دخولهم وخروجهم، مرتاحين يعني لله الحمد، واحنا الحين داشين في الاسبوع الثالث ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله. اللي ما يلحق يسجل من البدايه يقدر يسجل في يقدر يسجل ان شاء الله من نفس الطريقه بالموقع يعني. نعم بالموقع يقدر يسجل. اذا هذه صراحه فرصه، والصيف لحين احنا في بدايته. اي نعم بدايته، واعتقد شوف ولي الامر لما يكون مشغول في شغله الفتره الصباحيه الابناء يعني هم متعودين عليهم طول السنه ان الابناء يكونون في المدارس. نعم. ففرصه انهم يعني يكونون في طبعا عبد الله نشوف مثل هاي الانشطه، هاي انشطه السباحه، وايضا شفنا قبل شوي انشطه فنيه وايضا انشطه بحريه تنوع. طبعا هذه الانشطه يساعد الطلاب نفس ما تفضلت على اكتشاف المواهب. رساله اخيره منك لاولياء الامور لاستغلال باقي الصيف سواء ايضا معاكم او مع جهات اخرى. والله شوف انت يعني لو يعني شوي نرجع لورا نشوف المراكز كلها. نعم. اكثر من يمكن 50 مركز في فتره الصيف مجتهد، سواء وزاره الداخليه او وزاره الشباب الرياضه او الوزارات الثانيه. اعتقد انها فرصه ان الطفل او الولد يبتعد عن الامور الالكترونيه وعن السهر. يعني حتى انا مانع ان الطفل يدخل عندي يدخل المركز عندي هناك بالتليفون. ابي ابعده عن الاشياء هذه. جميل. الله يعطيكم الصحه والعافيه امانه على هذه الجهود، وموفقين ان شاء الله فيما تبقى من هذا البرنامج. مشاهدي الكرام، احنا نشكر الملازم اول عبد الله الدرويش وهو رئيس قسم الشؤون الرياضيه بالاتحاد الرياضي القطري للشرطه، كل الشكر لك. نعم يعطيك بالعكس هاي حق وواجب. الله يعطيك الصحه والعافيه. احنا اخوي سلمان قبل شوي كنا نتكلم عن الجهات السياحيه. ايضا عندنا المراكز الصيفيه نفس ما كنا مع اخوي عبد الله، وايضا هناك مراكز متنوعه مختلفه تلبي احتياجات الطلاب سواء كانت انشطه رياضيه وانشطه فنيه او غيرها في مختلف المجالات. يعني بنتكلم عن الرياضيه، بنتكلم عن العسكريه، ايضا انشطه خاصه بالاطفال، بنتكلم عن الاعلاميه، واليوم عندنا معاهد اعلاميه تقدم برامج بالنسبه للنشأ. يعني في كل المجالات الحمد لله عيالكم حتى جانب الذكاء وجانب التفكير. الله يعطيكم الصحة والعافية على كل هذه الجهود. إذا المشاهدين الكرام، احنا مبارك لمسرحية بائعة الكعك اللي فازت في الكويت بأفضل عمل متكامل في مهرجان الطفل مناصفة مع عمل كويتي. مشاهدي الكرام، نشوف معكم هذا التقرير عن إنجاز مسرحية بائعة الكعك اللي كانت من بطولة ناصر عبد الرضا وأصيل هميم، ونرجع لكم. في مكان ما من العالم خير الشر على كل الأرجاء، واشتد الظلم في كل الأنحاء، اليد الشريرة تطاولت على البراءة، ساء الحزن وساء الأمن. بائعة الكعك مسرحية تربوية هادفة غرست العديد من القيم والمبادئ الإنسانية في نفوس الأطفال بأسلوب استعراضي وغنائي شيق، سهل عليهم استقاء الرسائل المقصودة وجعلهم يستمتعون بالمسرح الحقيقي. نقلت المسرحية هذا الإنجاز الفني القطري في عالم مسرح الطفل إلى دولة الكويت بمشاركتها في مهرجان الطفل السابع، حيث شهد العرض تنوعاً كبيراً في الأعمار لمتابعة القصة المشوقة التي تدور أحداثها بين الساحرة الشريرة وابنة الخباز. اكتمل نجاح مسرحية بائعة الكعك في الكويت بتتويجها بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل مناصفة مع العرض الكويتي عالم الدمى ضمن فعاليات المهرجان العربي لمسرح الطفل.
إذن هذا إنجاز كبير يضاف لمسرح الطفل، ونبارك لكل القائمين على هذا العمل الرائع، وألف ألف مبروك لهم. يستاهلون أخوي أحمد. أمانة نقلة نوعية في مجال مسرح الطفل، نتمنى أن نشوف أكثر وأكثر يعني تقدم في مجال المسرح الشبابي وأيضا مسرح الطفل. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم في برنامج حياتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، وراح نختم بهذه الفقرة واللي نتكلم فيها عن السيارات المهملة. نشوف هذا التقرير ونرجع بعدها مع ضيفنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع. في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من ظاهرة السيارات المهملة وما تسببه من أضرار صحية وبيئية، تم تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة. وقد قامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، ويقوم دورها الرئيسي على استقبال الطلبات من قسم الرقابة في البلديات، ثم يتم تقسيمهم إلى مناطق حسب حدود البلديات، ومن ثم يتم التنسيق لتحديد السيارات التي ستقوم بإزالتها. مشاهدينا الكرام، في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من ظاهرة انتشار السيارات المهملة في الشوارع والأحياء السكنية، أطلقت بلدية الدوحة بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الاعتداء الميكانيكية حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة اللي تشوه المنظر العام. طبعا أخي سلمان، الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الاعتداء الميكانيكية وعضو لجنة السيارات المهملة بوزارة البلدية والبيئة. مساك الله بالخير معنا وحياك الله. يا مرحبا، الله يطول عمركم. يا مرحبا، احنا سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج حياتنا. بداية قبل ندخل في تفاصيل هذا الموضوع والسيارات المهملة، وموضوع كبير أمانة الله يكون في عونكم على هذا الموضوع، نبي نتكلم عن الحملة المشتركة بين البلدية وإدارة الاعتداء الميكانيكية لإزالة هذه السيارات، والهدف من هذه الحملة. بداية نشكر تلفزيون قطر على هذه الاستضافة، وطبعا الحملة اللي تقوم بها بلدية الدوحة بالاشتراك مع لجنة إزالة السيارات المهملة، هذه الحملة طبعا تعتبر بشكل دوري. كل بلدية مثلا ترتئي ان والله عندها عدد كبير من السيارات، تواصل معنا على اساس نعمل معاهم حملة وننزل بالحملة على اساس نشل السيارات من المنطقة هذه. نعم، نتكلم عن هذه الجهود، صراحة جهودكم كبيرة في التخلص من هذه السيارات. يعني الناس والمجتمع والجمهور ما يعرف أن فيها أضرار صحية وفيها خطورة أيضا على البيئة، فتركه مثل هذه السيارة أشهر طويلة بس ما كنا نتكلم تحت الهواء، مش راضي الناس ده أنك تشيل السيارة. صحيح صحيح، سبحان الله. يعني بعض الملاك السيارات، نعم، تركه للسيارة هو مو بعارف الأضرار اللي تنتج من وراء ترك السيارة. أول حاجة تشويه للمنظر العام. صحيح. اليوم لما تشوف سيارة عليها غبار وعليها وسخ، غير ناهيك عن موضوع ان مسألة تنظيف العمال النظافة الموجودين عندنا بالوزارة تعيقهم السيارة في وجودها فترة طويلة بعدم تحرك السيارة من مكانها في تجمع الأتربة، هذا يسبب أضرار. غير الأضرار يعني السيارة احنا ما شاء الله درجة الحرارة عندنا مرتفعة، يعني السيارة تكون في الشمس في هالفترة الطويلة أمانة أكيد خطر على. نعم نعم نعم. جميل. اليوم خلينا نتكلم اليوم هذه السيارات المهملة لما تم إزالتها من قبلكم، شنو مصير السيارة يكون؟
شوف الوزارة طبعا تسعى بالتخلص الآمن والسليم لهذه السيارات. حلو. وهناك طرق للتخلص بالسيارات طبعا بعد ما نزيل السيارات من الأحياء والمدن والطرقات نجمعها في وحدة تجميع السيارات. عندنا وحدتين موجودات في الدولة، المشاف وفي بوهامور. فترة من الفترات 6 شهور، بعد 6 شهور نقوم تنزيلها مزايدة للشركات الخاصة. يعني بعد أثناء هذه الفترة يعني هل تنزلون مثلا إعلانات في الصحف أنه والله اللي عنده سيارة أو يحب يراجع مثلا لاستكمال بيانات السيارة اللي تم إزالتها ولا خلاص؟ والله أخوي يعني إذا صاحب السيارة هو نعم. مو يعني أنت اليوم مو يعني صاحب السيارة هو المفروض يخاف على سيارته. صح. اليوم أنت مش فاقد شيء بسيط، هذه سيارة موجودة ملكك، أنت المفروض تسعى وراها. صح. نعم. اليوم أنا كواحد كفرد يعني موجود، هل شفت سيارة مثلا موجودة بجانب البيت أو في مكان مثلا ويعني أحس أنه خلاص طول وجودها في هالمكان، هل يتم إبلاغكم ولا إبلاغ أي جهة معينة في الدولة؟ والله إحنا موجود عندنا طبعا موجود عندنا موقع الوزارة، بإمكانك التواصل معنا على موقع الوزارة، وبعد ذلك البلدية المختصة إذا كانت في نطاق البلدية مثلا بلدية الدوحة، تتكلم عن الحدود الإدارية لبلدية الدوحة أو أي بلدية من البلديات، بإمكانك التواصل مع البلدية نفسها. أي بلاغ يجيكم على طول تتم إزالة السيارة ولا يعني مثلا في ناس تشوف سيارة أسبوع تقول لا والله هذه سيارة مهملة، في ناس تشوف سيارة بالشهور وما تبلغ، فيعني أول ما يجيكم البلاغ شو الإجراء اللي تتخذونه بالضبط؟ شوف أول ما يجينا البلاغ طبعا بداية الأمر طبعا قسم الرقابة في البلديات وإدارة الرقابة في البلديات عندنا بالوزارة، المفتشين عندهم جولة ميدانية يومية. حلو. طبعا المفتشين على أعلى مستوى من التدريب والهمة، فلذلك هم يقومون بالتفتيش يوميا ورصد هذه السيارات، أي سيارة يحصلونها مهملة مشوهة للمنظر العام يقومون برصدها وعلى طول. حلو. تحرير المحضر. بمبارك، هل في مدة معينة الآن لترك السيارة؟ يعني هل مثلا تمرون أول أسبوع تشوفون السيارة موجودة بعدين عقبها مثلا بشهر تقولون والله خلاص هاي السيارة صارت مهملة، ولا بس تشوفون عليها الغبار وخلاص ينحط عليها الاستيكر؟ مثل ما أقول لك أخوي عندنا المفتشين على مستوى عالي، ممكن السيارة يوم واحد من يوم واحد يعرف أن هذه السيارة مهملة من شكلها من منظرها يبين له أنها هي مهملة، فلذلك يقوم بإجراءاته على طول. جميل. لو نتكلم هل عندكم مثلا إحصائية عن عدد السيارات المهملة اللي تم إزالتها من قبل اللجنة في جميع البلديات عندنا في الدولة؟ والله شوف من بداية السنة اليوم يعني من بداية السنة نتكلم لين يومنا هذا تقريبا 4800 سيارة. عدد كبير يعني. هذه بس هاي السنة نتكلم. أو لحما خلصت السنة. لا لحما ما خلصت السنة. هل تم التخلص منها هاي 4000 ولا؟ والله احنا القانون رقم 18 لسنة 2017 قانون النظافة العامة حدد المدة القانونية للسيارة. أول رفعها من مكانها إلين دخولها عندنا في الوحدة تجميع السيارات لازم تم مدة 6 شهور. نعم. وبعدين نتصرف فيها. في حال خلنا نقول صاحب السيارة يعني صحة خلنا نقول وحب إنه يرجع سيارته، فطريقة الاسترجاع شلون تكون؟ طريقة الاسترجاع تواصل للبلدية المختصة، يعني كل واحد عارف وين سيارته واقفة، مثلا واقفة في بلدية الدوحة، بلدية الريان، بلدية الشمال، فيروح يراجعهم، يروح يراجع البلدية قبل المخصص. تروح لمنطقة التجميع. نعم تروح تراجع البلدية والله سيارتي انشلت، يقولوا لك سيارتك مشيولة موجودة عندنا في الاعتداء الميكانيكية. نعم. روح راجع الاعتداء. جميل. ذكرت نقطة مهمة أخي مرزوق بما يتعلق بتواصل الناس معاكم ودورهم في التبليغ، اليوم شنو دور الناس ممكن في مساعدتكم في إزالة هذه السيارات المهملة وأيضا يعني إزالة التشوه البصر اللي ممكن نشوفه في بعض المناطق؟ والله يشوف احنا بالنسبة لنا كوزارة طبعا بين فترة وفترة ننزل توعية إعلامية للجمهور كيف التصرف بالسيارات المهملة، الشخص اللي مو هو براغب في سيارته بدال ما يتركها قدام البيت يا أخي يسقط ألواحها يوصلها عندنا، العملية سهلة، يسقط الألواح من المرور. وانتم تقومون طبعا بالإجراءات المهمة؟ نقوم بالإجراءات الباقية. إنزين بمبارك، نبغي نوصل رسالة اليوم للمشاهدين الكرام حول أهمية طبعا نعيد ونكرر الحفاظ على البيئة، وأي حد يعني شاف سيارة ممكن يبلغكم على طول.
والله شوف، في الوقت الحالي الوزارة بإذن الله في صدد أتمتت نظام السيارات المهملة، سواء التبليغ أو سواء استرجاع السيارة، يعني عن طريق الموقع إن شاء الله في الفترة الجاية إن شاء الله الوزارة بتطلق الأتمتة هذه. بإمكانك تبلغ عن طريق الموقع عندي سيارة مهملة، والموقع حتى ترسل الموقع على نفس الموقع الموجود أن نوصل للمكان ونزيل السيارة. بيض الله وجهكم ونعطيكم الصحة والعافية على هذه الجهود. سيد مرزوق مبارك المسافري، مساعد مدير إدارة الأعتدال الميكانيكية وعضو لجنة السيارات المهملة بوزارة البلدية والبيئة، كل الشكر لك على تواجدك ولا يعطيكم العافية على جهودكم يا رب. الله يجزاكم خير ومشكورين على اللقاء. الله يعطيك العافية. صراحة موضوع مهم، يعني أنت تشوف اليوم مثل هذه السيارات المنتشرة في بعض المناطق، بلغ عنها، عندك سيارة يا أخي خذها أو نفس ما قال مبارك أسقط لوحاتها وبلغ الوزارة، خلق جزء دائما وأبدا من قضية التغيير، من قضية التعديل. يا أخي أنت لما تحب البلد اللي أنت عايش فيه سواء كنت مواطن ولا مقيم، لازم تكون حريص على أمن وسلامة واستقرار ونظافة هذا البلد. كل الشكر لوزارة البلدية والبيئة. مشاهدين احنا وصلنا للختام، مرور سريع اليوم مرينا بوزارة المواصلات والاتصالات، تكلمنا عن النقل الأوتوماتيكي. صحيح. صراحة اللي أحدث نوعة جديدة في النقل العام في دوحتنا الحبيبة، وتكلمنا عن نشاط الصيفي في الشرطة، وختاما بالسيارات المهملة، وأيضا تكلمنا عن مسرحيات بائعة الكعك والجهات السياحية والإقامة الفنية في مطافة. إذن مشاهدينا الكرام، يتجدد فيكم اللقاء إن شاء الله بكرة في نفس التوقيت الساعة 7 على شاشة تلفزيون قطر. إلى ذاك الحين تقبلوا تحية طاقم عمل برنامج حياتنا، ومع السلامة. إلى اللقاء، نشوفكم على خير.